دونك باش نبداو نحكيو بسيفتو غدوه برهين كيما تعرف لعبه الكل اللي هو عيد الثوره. دونك احنا حابين نحكيو السوجي الاول اللي حابين نحكيو فيه موضوع يهم الثوره واللي هو اللائحه نتاع شهداء وجرحى الثوره اللي توما خرجت القائمه ولا توما خرجت وقاعدين نستناو فيها من 2010. والباهي اللي احنا كي شفنا اش قالوا عليها القائمه هذيا نفس الكلام قاعد يتعاود من عام 2014. هذا خلينا نشوفوا بالضبط صار 95% قائمة شهداء حاضرة قاعدين تو يراجعوا فيها للمرة الثالثة، وإن شاء الله إن شاء الله قبل موافقة يتم إصدار قائمة الشهداء. قدمت إلى السيد الرئيس المعلومات التي تفيد أننا أنهينا من إتمام القائمة النهائية لشهداء ثورة الحرية والكرامة وهي بصدد النشر. قائمة الشهداء تم تسليمها بالحق، قائمة الجرحى قاعدين تويكا مازالوا زوج ولايات. وصلنا للنتيجة وصلنا سيد الرئيس تو نقول لك وعملنا المجهود اللي يلزم إن شاء الله ربي يوفق. قدمنا لسيادة الرئيس نسخة من التقرير النهائي للجنة واللي ضبطنا فيها نهائي القائمة النهائية لشهداء الثورة والقائمة النهائية لمصابيها. تسليم القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها لرئيس الجمهورية وأخيرا القائمة أو النسخة النهائية لقائمة شهداء الثورة وجرحاها تم تسليمها بالفعل اليوم لرئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي وباش تتنشر غدوة في الرايد الرسمي. رئيس الجمهورية قال في مارس أفريل تكون المسألة مساوية، أنتم حاضرين نهائيا؟ أو بليتار ما فماش نحن نكونوا حاضرين، نحن كملنا تو كملنا. إيش قعد نشرها في الرايد الرسمي، وانا في اعتقادي احنا الان في المرحله الاخيره يعني نتاع هالنشر هذا في موضوع جرحى و شهداء الثوره. جاء الوقت اليوم اللي يلزم تخرج هالقائمه هذه. فوالا دونك التو حلو ولا بلو حلو الجو يا ربي قول في فرق. دونك القائمه اللي هي مازالت ما خرجتش، راهو فما عوام خرجت فيها جمله ولا هذايا مازلنا نفركسوا عليه. دونك مازلنا حتى في القائمه هذيا عايشين بمنطلق نتاع ارجع غدوه مازلنا وكجو كيما برشا حاجات. فوالا كيما برشا حاجات وما نعرفش بحذانا سي ايمات قابلك في حكايه القائمه هذه اللي مازالت ما خرجتش. ما قالوا خرجت راهو موضوع خطير ياسر بالحق، يعني وكانه ما ثماش اراده سياسيه للاعتراف بالثوره. لانه كتقول هنا قائمه شهداء شهداء ثورة وجرحى الثورة، يعني لهنا اعترفت الدولة بأنه في تونس وقعت الثورة. شنو معناتها بالله يا سي برهاني؟ يقول لك رئيس الحكومة يقول نهار 17 ديسمبر باش تم تنزيل القائمة في الرايد الرسمي. بعد يقول لك نهار 14 جانفي، بعد يقول لك لا ما نجموش 14 جانفي، نهار 20 مارس. العباد قاعدة تتعذب، عباد قاعدة تتمرمد، عباد معتصمة تو باش يحفر واحد واحد الكل. في الدولة لازم تحفر. والله كبرت علينا به. أما الباهي لهنا على القليلة سي لطفي هما متفاهمين، كلهم مش قايموا لها نفس الكلام اللي يقوموا فيه يعاودوا فيه العباد الكل، على عكس اللي قاعد صاير في الاطارات الطبيه نتاعنا اللي يقول فيه الوزير ماهوش اللي يقول فيه نتاع سيتو باستور، مش يقول فيه كل واحد يقول فيه كلام وحده. والله الفريلانس الكورونا ولا كونفينمون توتال. هاني قلت من قبيله ديجا احنا اغزر لي ما فماش حاجه اللي هي قانون ولا حاجه تحطت وماهيش تتبدل وكل شيء وارد. منهم بريطانيا منهم فرنسا قريبا اعلنوا على عوده الحظر الصحي الشامل. مستبعد هذا اليوم في تونس ان نراوه مره اخرى؟ معناتها قلت لك سيد وزير معناتها كان الوضع الشامل ما عندوش معنى حاليا حيث الانتشار. قلت لك معناتها تقول انت لا فائده منه اليوم ما عادش هذا هو بالضبط. المصابين بالكورونا اللي تصابوا بالكورونا وشفاءوا باش يتلقاو التلقيح نحكيو معناها في المرحله الاولى والا في المرحله الثانيه؟ ينجموا حتى ما يتلقاوش تلقيح بالكل، اللي مرضوا واللي براو ولا حتى اللي عملوا نقولوا عدوى احنا بلا اعراض عندهم مناعه تحميهم ضد المرض. استاذه طب في الامراض الصدريه سي حبيبه غديره في تدوينه وفي تصريح يقول اللي الاشخاص المتعافين من فيروس كورونا هم زاد معنيين بالفاكسان راهو. الشعب التونسي الكل بعد كل واحد والباهي اللي الوزير قال لنا اللي هو ما فماش منه معنى ما تعمل كان لاحظنا البارح هذا وقال الجمعه اللي فاتت قال تحمس وليت كورة ما دخلناش في الحكاية احنا بخلاف هذا اون توكا باش نلقاو حل باش نعملوا باركان زينة شوية حجر صحي ونقسموا بعضنا جماعة سيتو باسور الجمعة هذه والجمعة اللي بعدها الاخرين. اما لهنا هذاك علاش احنا الموضوع هذا مهم برشا برهان لازم ليكيبات اللي باش يحكيوا ليكيب يحكيوا في بعضهم باش يتفاهموا شنو يحكيوا خاطر سامحني سي برهان فما عباد تخرج تحكي كلام ما يتحكيش على ليكيب نتاعها. اها انا مانيش نقول لك اللي هو مريم ولطفي العميري لا مانيش نقول لك اللي هما حكاوا برا مشاو وحكاوا ووصلوا كلام وكومباريوك بعباد اخرين وانتقدوا لي زانفيتي نتاعنا والله تفرج.
وبرهان نعم لو سمحني فرق بين برهان ونوفل. نوفل يمارس عليك برشا ستريس، برهان كأنك جاي باش تتعشى وتروح يعني لا عنده ارتباط بالاكتواليتي. لا 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 تبدو قاعدين يحك راس ويقول لك عندنا تروز انفيتي هذوما، واحد اختصاصي في لي بلانت ميديسينال، الاخر عنده كتاب وسياسي معناه ينجم يجبده لك من قال الباجي الله يرحمه من الحكه نتاع الارشيف. وفات نوفل عرفت كيفاش يعمل ياخذ نوفل فريمون مناشد برهين فمه تحسه معبي بالكلام، تحسه كرونيكور، تحسه معبي بالكلام. مع نوفل تحس روحك في القطاع الخاص، ومع برهين تحس روحك في القطاع العام. قطاع عام اللي فاتك اغرب لازمك تفرح تولي خط احمر يا نولي خط احمر ما يفوت ما يفوت فينا حد. وشفت لي زانفيتي غابره وما حبش يقول لك حشيش او تجيب فيهم عباد ما نعرفهمش. ما تعرفش احنا بدينا العقاب لا امور صحيه لا شيء. لا صحيح الحلقه الجايه نجيبوا مراد واحد حبينا لك نقول خلي عادي حلقه عباد تغيج وبعد يا ربي بس خليه حتى مراد كي نزيد نجم تقول له لاخر حصه تو في العماري. ما يصيرش ما نقولوش احنا ما نقولوش ما يقرا روحه مسكر في البياج غادي كما يتعدل ولهنا احنا حبينا نحلوا كلام سي لطفي. وينو عاد العشية احنا مرين نراو شيء راهو معمرين ما نقولوش كل شيء في اللونتير. دونك احنا حبينا نعملوا حسب نحلوا كلام سي لطفي وحبينا نشوفوا شنو هو لي تاتيك وشنو هو لي بريفي. دونك حسب سي لطفي لي تاتيك هو هذا احشم انت احشم انت احترموا لا 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 دونك هذايا اللي تاتيك المشاكل والعركة هذايا مع الإدارة ودرا شنو والبريفي سي مراد طلع هو هذا هو بالضبط اللي نراوه عند سي نوف. كذا الفرق في ليزافيتي سي لطفي لا لا مش معروف لا 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 وضحوا لي ما حبينا نوريو ليزافي. شفت عرفت انا راه في البريفي ولا ليتاتيك البريفي يتكلم البريفي والله يعرف زين البريفي قطاع العام قاعد يتاثر بالقطاع الخاص قطاع الرقص امرار وقناص سيد البحر قناص عاش عاش سي عماد غيش كل علينا يا بخيل البريفي البريفي سي عماد ما يفادلكش البريفي قال واضح هذيك ما كان يجاوب نعرفوا لهنا حكينا اما البريفي هذا اللي باهي فيه اللي هو مرتاح فيه الجو الهشك باش والشيخه حازين وتفرهيده وتنجم تقول اللي تحب تنجم حتى توصل تتغشش في اللايف في البريفي وتقول اللي تحب. راهو باش تعمل حصه كيما هذه فيها تقريبا تقريبا كل نهار حد 150 ضيف راهو 150 بين فرق وضيوف وفنانين وعباد ومن بعد من بعد يخرج واحد او وحده سامحوني خليني كي نتنرفز راهو ما عاد نعرف شيء تخرج وحده او وحده تبيع في الصبابط تقول والله الديكور بتاع ديمونش حنا انا ديكور راك تحكي على اعلامي عنده 30 سنة في المهنة نحن خدمنا الاعلام والناس تتفرج فينا وهي القناة الاولى مع الجو والشيخ دونك سي عبد الرزاق بيان سور اللي نحترموه كلامه راهو مش غلط باش نبداو واضحين راهو لهنا نحكيو على 30 سنه خبره في الاعلام كيما نحيوه بيان سور لا انا نحبه برشا راس عبد الرزاق عبد الرزاق كاتب يعني وكذا قبل ما ينتقل بالضبط اي سورتو اللي انتقلوا من الصحافه المكتوبه للصحافه المرئيه راهو عندهم بالضبط اي وانا والله بالحق هذا سي عبد الرزاق كان تغزلي والله نحبك برشا ونتفرج فيه ديماش حنا بال كل يوم دون ان ينقص من قيمه مريم مريم بيان سور زميلتنا وحبيبتنا ويحرز له اليوم ما جاتش كانت تعد في رد قاسي لكن منصة الصواريخ تحت اليوم اما احنا زيد حبينا نفهموا اكثر ايش معناها 30 سنه خبره للشباب اللي كيفي والبرا يتفرجوا ولا كيما حتى لطفي 30 سنه ما عملهمش 30 سنه خبره سي لطفي عمل له عارك واللي يقول له سلام يعاركوا 30 سنه خبره لمينا اهم ما صار في 30 سنه هذوما قاعد نلعب بالتلفزه كيما يقولوا تتمنى يطلع بوك شبيه اه كان يطلع بوك باش نعمل باش تعمل لي شطحه هناك كان يطلع بوك كان تطلع بنتك تفرح برشا مش نفرح فما انا ما زدتش نتعب هذه ما هيش بنتك ما هيش بنتك
يا ماما يا ماما. نحب نعطيه بونيا، نحب نعطيه مشتة، نحب نقول له وداعا وداعا بدوني رجعة. خليني ما تنقبتش حتى العام ما يحبش يخرج، ريتوه قاعد يتفش واحدة واحدة في بالي باش تتفلق. ما حبش ما حبش، معناتها يحبها قاعد يمشي واحدة واحدة. ها 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 يذوب ذوب يا عام 21. يا ماما يا ماما. رجل لها الميكرو نجم، ما يسيتش خل رجل لها هنا الميكرو. رجل لها الميكرو يا عم. لا لا والله لا، رجل في الميكرو، رجل في الميكرو يا ولادي، هذا هو المباشر. كذا هي ظروف وبيزور وحبيبنا وعبد الرزاق كان عندك مشكله هو رامي في بالعنوان بكل شيء بيزور. خلي يجي جبنا عبد الرزاق، لا بجد عنده دعوه مباشره، ديجا خديت نمرو من عند خونا رضا حبيبي باش نكلمه باش يكون محضر الجماعه وانا نحبه برشا راسي عبد الرزاق. والله نفادلك نفادلك نحبه برشا، كان ما جيتش تحبه من باش نثبت حسن نيتي اللي هو راي الروبريك هذيا. ما انت تعرف ليا واحد هكاك مسايبه هكاك في الليميسيون، دونك ما فما حتى حد يسلم اللي انا باش نزيد نثبت. اليوم حطيت لكم عبد نحبه برشا، هو رمز للنجاح، هذا الشاب عنده مستقبل كبير وكمان حطيته خاطر ما يكبر في عينينا حد في رامي الاربعه. في موضوع التلقيح نحكيو معاه زاده، في موضوع الحظر الصحي الحظر الصحي الشامل يا رسول الله. يا ماما يا ماما. اوكي دوك عبد الرزاق جاوبني وحدي في الريبريك ما غير جمهور هكاك نحكي ونجاوب ونفادلك. دوك عادي نجم تذكرهم في لسانك يصير فيك اللي ما يصيرش. نفاو كيما العاده بنكته الاسبوع، النكته هذه تجي من عند اعلامي تو بالحق سيريوزمون، نحبه برشا ونحترمه برشا سي سامي بن نور واللي هو بالرسمي ديما يعاون فيا ويقول لي كل شيء. اما الله غالب الله غالب نكته الاسبوع لا دين لها. قال لي من اكثر المشروبات انتوكا التاي والقهوه، باهي بعد التاي والقهوه هو المشروب اللي فيه كافيين استهلاكا في العالم. مشروب الغازي؟ لا لا غازي البارح هذاك. الغازي ما حتى. لا لا غازي البارح هذاك. الغازي ما عطيت حتى. تحية الغازي العيادي وتحية الساحة سيد رامي على القليل اللي باش نوليو نعوضوك نحن كان ضيافنا يصفقوا علي اللي معنا والله غادي نصفقوا تمام عبد الرزاق نعرفها. رامي الفراتي يعطيك الصحة يمشي بوكو على رجعوا للجمهور.